السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا أول فيديو من هذا المرجع إيتانسال SVT خاص بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي سيونس دو لا في اي دو لا تار. إذا غنبداو بأول فيديو غيكون خاص بالتقويم التشخيصي ان تيست دياغنوستيك. إذا أصدقائي غادي نبداو بأول تمرين اكزرسيس 1. Le document suivant représente des relations alimentaires entre certains êtres vivants dans un lac. يعني عندنا واحد البحيرة. عندنا مجموعة من السلاسل الغذائية أو العلاقات الغذائية des relations alimentaires. إذن كما كتشوفوا عندنا صورة ديال البحيرة. عندنا أسماك، عندنا نباتات مائية، عندنا طيور، ضفدعة إلى آخره. إذن هذا كيتسمى واحد الوسط بيئي، اذا وسط البحيره. بالنسبه للاسئله، السؤال الاول سيتي لي كومبوزونت دو سو ميليو ناتورال. اذا هنا السؤال المقصود منه اننا نذكروا هاد المكونات ديال هاد الوسط، هاد الوسط الطبيعي شنو هما المكونات ديالو. اذا جوابا عن السؤال دونك 1 بتيت 1 دونك لي كومبوزونت ou bien les composants du milieu sont. Donc, chna huma, adna l'ma, l'eau, adna sol, torba, l'air, l'hawa, adna des animaux, hayawanat, et végétaux. Et végétaux, نباتات, végétaux. Donc voilà. بالنسبة للسؤال الثاني, schématiser deux chaînes alimentaires de cet environnement. هنا المطلوب منا أننا نشيماتيزي يعني نرسمو أو نحدو واحد جوج ديال السلاسل دو شان اليمونتير، جوج ديال السلاسل الغذائية من هذا الوسط. إذا ممكن أننا نقولو مثلا نباتات، أسماك، نبات، سمكة، طائر. إذا ممكن أن نقول نبات، إذا حشرة، ضفدعة. إذا نأخذ المثال ديال النبات السمكة الطائر والمثال ديال نبات حشرة ضفدعة. إذا جواب عن السؤال الثاني اثنان. إذا غنكتبو فيجيتو. بالنسبة لهاد لي فيجيتو هما ماشي تغاستر بل aquatique, donc végétaux aquatiques, يعني اللي تعيشوا في الماء. نباتات ديال الماء végétaux aquatiques. Insectes, حشرة. Insectes, oiseaux, طائر. Oiseaux, insectes. إذن حشرات، إذن مشينا بالجمع. إذن نباتات مائية، حشرات، إذن oiseaux حتى ينشو بالجمع، إذا الطيور. السلسلة الثانية، إذا هذه هي السلسلة الأولى. السلسلة الثانية دونك حتى هي كتبدأ دونك بلي بروجيكتور اللي هما لي فيجيتو، فيجيتو أكواتيك، دونك فيجيتو أكواتيك، بوي إنسكت، حشرات. هاد الحشرات تؤكل من طرف الضفادع، دونك غرونوي. إذا في ليماج عندنا غير وحدة، دونك غرونوي. فوالا. إذا نمر الآن إلى السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي خاص بالتمرين الثاني. دونك لي شيما سي دو سو روبريزونت لو كران دو دو زانيمو ديفيرون. إذا عندنا الجمجمة ديال جوج ديال الحيوانات مختلفين. إذا كما كتلاحظوا ف الشكل ديال هاد الجمجمتين فهو مختلف. اذا عندنا الجمجمه الاولى كما كتشوفوا عندنا هاد الاسنان، كاينين واحد المجموعه ديال انواع ديال الاسنان. بالنسبه للجمجمه الثانيه، اذا عندنا واحد النوع اللي باين. اذا المطلوب منا دونك السؤال الاول لي جون ديلي اون اوتيليزون لي مو سويفون مولار كانين بريمولار incisive.
دونك هادو الاسماء ديال هادوك الاسنان وكل انواع ديال الاسنان. اذا كل نوع اذا غنكتبو في المكان ديالو. اذا غادي نبداو برقم واحد. دونك رقم واحد كانين. اذا رقم واحد يشير الى النوع ديال كانين. اذا هو الانياب الناب او الانياب الناب كيكون غير عند الحيوانات اللاحمه. كيكون صغير يعني ما مديفلوبيش مزيان عند الحيوانات العاشبه. كاينين بعض الحيوانات العاشبه اللي عندهم ولكن صغير بزاف يعني ما باينش وما وصلش واحد ليطا دو ديفلوبمون اللي هي بحال الحيوانات اللاحمه. بالنسبه للرقم 2 اذا رقم 2 اللي عندنا هنا هذا حيوان عاشب جمجمه ديال حيوان عاشب. رقم 2 انسيزيف القواطع. انسيزيف اذا هنا غنكتبوا انسيزيف. بالنسبه رقم 3 اذا رقم 3 هنا مولار. اذا مولار نكتبوا مولار درس مولار. وبالنسبه لرقم 4 اذا بريمولار. هنا بريمولار اذا هذا الانواع ديال الاسنان اللي مازال ما وصلوا لليطا ديال مولار بريمولار. دونك فوالا غادي نكملوا ندوزو للسؤال الثاني. دونك بالنسبه للسؤال الثاني كومبليتي لو تابلو سويفون ديشيكتي كوبي بروي. دونك عندنا لي تيب ديال لي دون. دونك عندنا انسيزيف كانين بريمولار. غنكتبو اسفل كل نوع دونك شنو كيدير. دونك بالنسبه لي انسيزيف دونك القواطع سي كوبي كتقطع كوبي. كانين دونك ديشيكتي التمزيق. بالنسبه للانياب الدور ديالها هو التمزيق ديشيك تي. بريمولار بروي طحن. دونك فوالا نتميم الان مع السؤال الموالي. اذا السؤال الثالث دونك فوالا كوشي فري او فو. دونك عندنا اقتراحات اذا حنا غادي نحدو واش صحيح او خطا. دونك الاقتراح الاول او الجمله الاولى لي بلونت فيرت ريسبير ديال النباتات الخضراء تتنفس فري. دونك نديرو علامه في فري. دونز اون فوري فيفون دي زيتر فيفون كي نون اوكون ريلاسيون اونتر او. دونك عندنا فواحد الغابه خضراء كاينين كائنات حيه اللي ما كاينين يعني في حتى شي علاقه مع شي كائن اخر. الوغ كو نو ميمكنش لانه خصهم يتغداو خصهم غير يدخلوا في علاقه تغذيه الى اخره. دونك فو. ندوزو لا تخوازيام اون كاري دونتير. كاري دونتير هي تسوس سوسه يكوزي باغ ان بروساج ريغولي دي دون. يعني انت يعني تتغسل سنانك بانتظام وكتجيك سوسه. دونك ميمكنش دونك سي فو ميمكنش لان يمكنش انت تغسل سنانك ديما وغادي تجيك سوسه. يعني ما تتخليش دوك يعني البقايا ديال الطعام. دوك البقايا ديال الطعام هو يعني تيشكل واحد الوسط فين غادي تكاثر البكتيريا وهذا هما اللي كيسبوا لينا هذيك السوسه. ربعه لو سول اي كونستيتوي دو ماتيير مينيرال. التربه هو صحيح التربه كتكون من 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 ماتيير مينيرال ولكن ماشي غير لي ماتيير مينيرال بوحدهم كاينين حتى ماتيير اورغانيك لوموس دوبل. دونك هنا اقتراح خاطئ لان الصلب ما فيهاش غير لي ماتيير مينيرال بوحدهم. كاين ماتيير مينيرال وكاين ماتيير اورغانيك. اذا هنا غنكتبو فو. دونك فو. خمسه certains animaux ne respirent pas. كاينين حيوانات ما كيتنفسوش ميمكنش. دونك فو. دونك الاخيره الاقتراح الاخير dans une chaîne alimentaire un carnivore. ان كارنيفور هو واحد الحيوان اللي تيتغذى على اللحم.
se nourrit de végétaux. Donc un carnivore se nourrit de végétaux. Mais il y a des carnivores qui se nourrissent de la viande. Donc faux. Donc faux. إذن نتميم الآن مع التمرين الرابع والأخير. La respiration est une fonction vitale qui fait appel à l'appareil respiratoire et à plusieurs organes de la cage thoracique. La cage thoracique ou le قفص الصدري. عندنا جوج ديال لي دوكيومون. دوكيومون 1, دوكيومون الأول كيبين لنا لي فاز دان موفمون ريسبيراتوار. إذن المراحل ديال واحد العملية تنفسية. عندنا دو فاز. دونك la phase l'oula ou la phase tanya. Donc, il faut que tu aies le hajm de la qafas al-sadri. Et dans le marhala l'oula, le marhala tanya. Document 2 représente l'appareil respiratoire humain. Et dans les organes ou bien les éléments qui ont fait l'amalia. Donc, il y a le tanafus. Alors, سؤال أول. Le مطلوب منا هو أننا نحدو لي دو فاز دان موفمون ريسبيراتوار. شنو هما هاد لي دو فاز؟ دونك شنو هي لا فاز 1 وشنو هي لا فاز 2؟ دونك 1 انسبيراسيون. دونك 1 بتيت 1. دونك عندنا انسبيراسيون شهيق. انسبيراسيون شهيق. و لا فاز 2 عندنا expiration زفير. expiration زفير. دونك العمليه التنفسيه شهيق زفير. inspiration expiration. 2 comparer le volume de la cage thoracique dans les deux situations. دونك كما قلت لكم بان الحجم ديال القفص الصدري كيتغير في les deux situations. Donc fait l'inspiration, donc بالنسبه l'inspiration on a l'augmentation du volume de la cage thoracique, يعني كيتزاد لينا الحجم ديال يعني القفص الصدري. بالنسبه للفاز 2 يعني في l'expiration في الزفير diminution de volume de la cage thoracique, هنا كينقص يعني الحجم ديال القفص الصدري. دونك نكتبو دونك 2 دونك في الانسبيراسيون نكتبو انسبيراسيون. عندنا اوغمونطاسيون كيتزاد. اوغمونطاسيون دو فوليوم الحجم ديال القفص الصدري كيتزاد. Du volume de la cage thoracique. Le qafas sadri. بالنسبة l'expiration. Zafir. Donc, بالنسبة l'expiration, diminution. 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 Un état rageur. Diminution du volume. Donc, du volume de la cage, donc de la cage thoracique, de la cage thoracique. Donc voilà. Deuxième sous telt légende sur le portfolio ou sur tout autre type de support de travail. Donc le مطلوب منا هو اننا نعطوا الاسماء ديال هاد لي شيفر هادو. L'appareil respiratoire, donc les organes de l'appareil respiratoire. Idem, عندنا من 1, donc من 1 jusqu'à 6. Donc بالنسبة ل 1 عندنا هادو هما لي fosses nasales. 2 عندنا larynx. 3 trachée. 4 donc bronches. 5 هادو لي bronchioles. وبالنسبة ل 6 هادو les alvéoles. Donc un petit bon. Donc هذا السؤال الثالث. عندنا 1 2 3 4 5 et 6. بالنسبه ل 1 كما قلت لكم les fosses nasales. Donc un petit bon. Fosses
نازال. عندنا لارينكس. 3 تراكي. 4 برونش. برونشيول. 5 les alvéoles. Donc, c'est le SM, c'est les chiffres. Donc, quatrièmement, d'écrire le trajet suivi par l'air inspiré dans cet appareil. Nous allons maintenant le massage de l'air inspiré, donc l'air qui est inspiré dans l'appareil. Donc, l'air inspiré entre par la bouche ou le nez et passe du larynx jusqu'au alvéole. Et donc, je vais بالتالي فهذا هو المسار ديال الهواء فهو من انطلاقا من يعني لو ني و لا بوش يعني من هذوك الجيوب الانفيه وبيان لا بوش كيمشي عندنا البلعوم لارينكس عندنا الحنجره عندنا القصبه الهوائيه وعندنا التفرعات ديال يعني القصبتين الهوائيتين اذا عندنا الشعب الثانويه الى اخره. اذا اصدقائي الى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا ان شاء الله في الفيديو المقبل يعني مع اول درس من يعني الوحده الاولى شابيتر نيميرو 1 اوبزرفاسيون دان ميليو ناتورال. كونوا في الموعد الى اللقاء.